بعد عام من المعاناة اكتمل نصاب الحكومة العراقية. عشر وزارات في حكومة المالكي ستدب فيها الحياة بعد أشهر من الفراغ نجم عن انسحاب بعض مكوناتها. بدأ بانسحاب التيار الصدري ثم جبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية الوطنية احتجاجا على أداء الحكومة تارة وعلى التشكيلة الوزارية تارة أخرى. وبعد خلافات وجدل طويل مع قادة الأحزاب والكتل السياسية المنسحبة وبالرغم من انسحاب 100 من أعضاء مجلس النواب احتجاجا على أسماء مرشحي جبهة التوافق التي اقتصرت على شخصيات من الحزب الإسلامي العراقي، فقد صدق المجلس على قائمة المرشحين العشرة. إن ما حصل اليوم لهو خطوة وطنية متقدمة في تعزيز دور الحكومة والمصالحة الوطنية باجتماع الكلمة وتوحيد الصف الوطني، إذ شاركت معظم الكتل النيابية في التصويت. خمس وزارات لجبهة التوافق إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء، وأربعة وزارات لقائمة الائتلاف العراقي الموحد. وقالت جبهة التوافق إن هذه الشخصيات تحظى بالقبول لدى جميع مكونات الجبهة إضافة إلى الكفاءة التي تؤهلهم لشغل هذه المناصب، واتهمت الأعضاء المنسحبين بأن عودة التوافق إلى التشكيلة الحكومية ستؤثر على مصالحهم الشخصية، كما أنهم لا يرغبون بأن تسير العملية السياسية العراقية بنجاح حسب قول الجبهة. شغل الوزارات الشاغرة لا يعني نهاية الخلافات على الساحة السياسية، ولن يكون الطريق معبدا أمام الحكومة والبرلمان، فما زالت هناك عقبات كثيرة كالتعديلات الدستورية وقانون انتخاب مجالس المحافظات.